الميامين سواء في الكبر او النصب او اي شيء اخر سوف نتناوله ان شاء الله خلال هذا اليوم والايام القادمه تحدثنا يوم امس حول القوة الإلهية وكيف أن الإنسان ضعيف خلق الإنسان ضعيفا وهو بحاجة إلى القوة الخارجية لدعمه حتى يستطيع أن يتحرك في مساحة أوسع في الحياة الدنيوية باعتباره إنسانا مصلحا مكافحا مجاهدا مناضلا لازلنا نتحدث عن هذه القوة القوة الإلهية ودورها في صناعة الإنسان المجاهد وبالتالي دورها في صناعة الأمة جاء التأكيد على هذه القوة من كلام الإمام زين العابدين عليه السلام عندما قال واقوى قوتك في اذا نصبت طبعا العباره التي قبلها واجعل فنستطيع ان ناتي بهذه العباره واجعل ايضا يعني واجعل اوسع رزقك علي اذا كبرت واقوى قوتك في اذا نصبت والنصب هنا بمعنى التعب فهنا الإشارة إلى القوة الإلهية أو بالأحرى القوة الإلهية لأنه ليس هناك قوة واحدة من من كلام الإمام زين العابدين عليه السلام يتبين أن هناك قوى وليس قوة واحدة لأنه يطلب منه أقوى قوتك يعني أعلى درجات القوة فإذن هناك درجات للقوة الإلهية لابد من ذكرها والوصول إلى ما أراده الإمام سلام الله عليه وأي القوى التي أشار إليها في كلامه أيها الإخوة إذا أردنا أن نتمعن في القران الكريم وفي احاديث اهل البيت عليهم السلام نجد ان هناك اربع درجات للقوى الالهيه هناك قوه الهيه تمد المؤمنين ان الله يدافع عن الذين امنوا فالله لا يترك عباده المؤمنين لا يترك المجاهدين لوحدهم يواجهون المشاكل ويواجهون صعوبات الحياه فالله معهم ان الله يدافع عن الذين امنوا فما هي هذه القوى التي تمد الانسان المؤمن والانسان المصلح بالعزيمه والقوه والقدره ذكرنا قلنا ان هناك اربع قوى القوه الاولى هي القوه الماديه الطبيعيه عندما دعا نوح عليه السلام ربه بعد ان خاب سعيه مع قومه عندما كذبوه قومه واستهزاوا به فدعا ربه نوح عليه السلام فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا بس ما وصل هذا الدعاء الى السماء ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر فكان الفيضان وكان الحدث الكبير في التاريخ البشري آه الكثير غرقوا لم يبق إلا نوح وبعض من أصحابه الذين أنجاهم السفينة نلاحظ في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى استخدم القوة المادية الموجودة في الطبيعة هذه درجة من القوى التي تطيع الله وتعمل باراده الله في مواجهه التعنت البشري في مواجهه الاستهزاء والسخريه من الانبياء في الدفاع عن المصلحين والمرسلين والمرسلين وهناك ايه ايضا تقترب في معناها الى هذه الايه الايه الكريمه وعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فهنا الدعوه الى الاستفاده من القوى الطبيعيه وعدوا لهم ما استطعتم من قوه يعني السلاح التدريب الجنود فهذه تشكل قوة ولأنها من الله تبارك وتعالى وأن, وأن الله يبارك في هذه القوة ف ويدفع بها دفعا الى الأمام فهي قوة من قوى الله تبارك وتعالى كثير من الأنبياء في مراحل من حياتهم الله نصرهم بهذه القوة لكن إذا اشتد البلاء واتسع الخرق والامر كان مسألة وجود وعدم وجود هنا الله تبارك وتعالى سوف يستعين بالقوة الأخرى هناك قوة اخرى درجة أعلى من هذه الدرجة وهم جنود الله هؤلاء الجنود الذين تحت الامره الربانيه في اي لحظه هم في الواقع قوه تدخل سريع في انجاز المهمات وما يعلم جنود ربك الا هو الله له جنود ممكن يستخدم كل شيء في هذا الكون يستخدم الحجاره يستخدم الماء الرياح في يوم من الايام استخدم طير الابابيل عندما جاء ابرهه واراد ان يحتل مكه ويهدم بيت الله الحرام فاستخدم طير الابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول هاي جنود من جنود الله هاي قوه تدخل سريع هذه القوه تستخدم في اللحظات الحرجه في اللحظات الصعبه التي تمر على الانبياء والمرسلين وحتى المؤمنين الله بعض احيان يستخدم هذه القوه في الدفاع عن عباده الصالحين وفي حياه النبي نجد مشاهد عن استخدام هذه القوه قوه التدخل السريع القوه الربانيه ففي معركه بدر عندما شاهد الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم شاهد قله المسلمين وكثره الاعداء وصعب على النبي هذا المشهد هذا المنظر فرفع يديه الى الله الى السماء قائلا اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض وبقى الرسول يكرر هذه العباره يكررها حتى سقطت عباءته من على كتفيه وإذا بقوه التدخل السريع الف من الملائكه يدخلون المعركه اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم دخلت الملائكه في المعركه وحسمت النتيجه حسمت النتيجه لصالح المؤمنين الموقف كان يتطلب استخدام هذه القوه لانه موقف كان صعب جدا ودعاء الرسول يبين لنا حجم المسؤوليه وحجم الموقف الصعب الذي كان يمر به الرسول الاكرم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض يعني لا يبقى مؤمن اذا هذه المجموعه الصغيره انتهت فالف من الملائكه دخلوا المعركه وحسموها لصالح المسلمين الى درجه ان المؤرخين يذكرون لنا عندما كان المسلم يهم للهجوم على المشرك كان راسا يجد ان هذا المشرك قد قتل الملائكه كانت في محاذاه المسلمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذه في سورة الأنفال الآيات التي تصف لنا هذه المعركة معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون بقوة التدخل السريع هذه قوة نوع آخر من القوة هناك نوع ثالث أن الله تبارك وتعالى يستخدم بعض الأدوات كالعصا عصا موسى الله تبارك وتعالى استخدمه طلب من موسى ان يستخدمه في كل المواقف كل المواقف العرجه كان موسى عليه السلام يلقي بعصاه وتحل له المشكله اي بقوه ربانيه بقوه الهيه عندنا في تاريخ الانبياء عندنا هناك بعض الادوات العاديه وهي بمثابه المعجزه كان النبي يستخدم هذه هذه الاله هذا الجهاز او هذا الماده في مواجهه اعدائه يقول الله تبارك وتعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود كالطود العظيم هكذا كان فإذا ثلاث قوى الله تبارك وتعالى يستخدمها كقوى خارجية في الدفاع عن عباده عن مجاهدين وهناك قوه رابعه هذه القوه تدخل في قلب الانسان المؤمن وتحوله الى شيء اخر تتجلى القوه الالهيه في عباده المؤمنين الله تبارك وتعالى يمد في بعض المواقف وبعض الحوادث يمد المؤمن بقوة خارقة بسبب إيمانه وعقيدته هذه القوة الخارقة هي التي تصنع المعجزات أي قوة ذاتية القوى الثلاثة التي ذكرناها هي قوة خارجية من الخارج، أما هاي قوة ذاتية، قوة يوجدها الله تبارك وتعالى في جسم الإنسان المؤمن، في كيان الإنسان المسلم، فيتحرك بهذه القوة العظيمة بشكل غريب. مثلا على ذلك في معركة خيبر أن قلع باب خيبر عجز المسلمون عجزوا عن فتح الباب الباب الذي كان يفتحه أربع وأربعون شخص يأتون لفتحه فجاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بقوه ربانيه بقوه الهيه قلع الباب وجعله جسرا يمر عليه المسلمون ليدخلوا الى حصن خيبر هذه القوه من اين جاءت؟ هو الامام سلام الله عليه يصف لنا هذه القوه يقول عنها والله ما قلعت باب خيبر بقوه جسمانيه ولكن قلعته بقوه ربانيه هاي الله تبارك وتعالى ادخل قوته وارادته في قلب الامام سلام الله عليه في جسد الامام فاستطاع ان ان يصنع التاريخ طبعا هاي لا تأتي لكل انسان. لا يقل كل انسان انه اين هذه القوه؟ هذه القوه تأتي وممكن ان نلاحظ في التاريخ الكثير من الذين اتصفوا بهذه القوه. هناك حديث قدسي حقيقه هذا الحديث يكشف لنا معالم هذه القوه ومن يستطيع ان يصل الى مستوى تفعيل هذه القوه في الحديث القدسي عبدي اطعني تكن مثلي او مثلي تقول للشيء كن فيكون ربما في التاريخ نجد كثير من كانت عنده هذه القوه الإمام زين العابدين سلام الله عليه لا نروح بعيد صاحب الكلمة هو المجرب هو الذي جرب هذه القوة الإمام كان ضعيف مريض أسير جاؤوا به إلى مسجد مجلس يزيد بن معاوية أجلسوه على المجلس حتى يرى الجمع والجمع يرونه فخطب يزيد نزل من على المنبر قام اليه الامام سلام الله عليه قائلا له ائذن لي ان اصعد هذه الاعواد لاتحدث بكلام فاتكلم بكلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجلساء اجر وثواب، انا اتقيد في نقل النص لانه الانسان الصائم عليه ان يتقيد تقيدا كاملا في نقل النص سواء كان نصا قرانيا او روايه من المعصومين ولذا اكتب هذه النصوص حتى لا نقع في الخطا ف امتنع يزيد امتنع عن ذلك كيف يدع لخصمه لعدوه ان يصعد المنبر فامتنع فقام له الجمهور قالوا له ائذن له فقال لهم ان صعد المنبر لا ينزل الا بفضيحه وفضيحه ال ابي سفيان اعترضوا عليه قالوا وما يحسن هذا الغلام انسان ضعيف مريض تعبان خل نسمع ماذا يقول فالامام صعد المنبر وخطب تلك الخطبه الناريه في مجلس يزيد ضج الناس بالبكاء والعويل هذه القوه الالهيه بقوه ربانيه هذه القوه جعلت من الامام زين العابدين خطيبا ناجحا مؤثرا قويا اين كانت هذه القوه؟ هذه قوه من الله تبارك وتعالى وحتى ابيه الإمام الحسين -سلام الله عليه- في المعركة على رغم المصائب على رغم الشهداء الذين قدمهم يقول حميد بن مسلم: ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته أربط جأشاً أربط جأشاً وامضى جنانا منه اذ كانت الرجاله تشد عليه فيشد عليها بالسيف من اين جاء الحسين بهذه القوه؟ هذه القوه التي جعلته يصمد في ذلك اليوم العصيب مشاهد الشهداء والقتل والذب هذه هي القوه الربانيه القوه الرابعة اللي الله تبارك وتعالى يمد به عباده الصالحين وهذه القوة التي طلبه الإمام زين العابدين نكتفي بهذا القدر على أن نعود إن شاء الله في يوم غد ببركة الله وبالصلاة على محمد وآل محمد